أوكي، بيبدأ فيلمنا بمشهد ضرب لرئيس نقابة العمال من قبل مجموعة من الرجالة، وبنرجع للحياة على نشرة الأخبار واللي بتقول إن الشمس عاملة توهج غريب هيأثر على الأقمار الصناعية، وده ممكن يسبب تعطل في شبكة المحمول أو تداخل ما بين الخطوط. وبعدين بنروح سريعا لبيت حصل فيه جريمة قتل وبيتم رفع البصمات، وبنشوف بطلنا قاعد مصدوم على موت مراته. البطل البطل سمير. انسوا، مش هحفظ اسامي كوري انا. يبدأ يفتكر بداية اليوم واللي بدأ برسالة تهديد بالقتل، والاكيد ان عمرهم ما نفذوا حاجة من دي. وبعدين بنشوف بنته زينة واللي كانت رايحة مسابقة تبع المدرسة وهتبات هناك. وبعدين سمير وهو ماشي مراته بتقوله تعدي عليه بعد الشغل، فبيقول لها تمام وبينزل. بيروح سمير شغله، ومن هنا امل بتكلمه وبتسأله عن المفاتيح وبتوبخه على السجاير اللي شبه في المكتب، وبيقفل الكلام معاها وبيخلع. بعدين بيروح سمير مركز الشرطة، وهناك بيقابل ناتاشا اللي هي مصدر من مصادره كمحامي رغم انها كانت محبوسة في الوقت ده، وبتوري له صورة من الفيديو اللي شفناه من شوية واللي يعتبر دليل على القضية، وبيطلب منها تبعت له الفيديو الكامل على البيت. في الوقت ده أمل بتكون في المستشفى لأنها بتشتغل دكتورة، وبيجي لها رسالة من سمير بيقول لها إن مش هينفع يتقابله بعد الشغل عشان عنده اجتماع، فبتحاول تتصل بيه، ولكن سمير بيكون مجتمع مع زملائه في احتفال شرب عشان الترقية الجديدة وما بيردش. وفي وسط القعدة بيدي لسمر زميلته الدليل في ظرف من غير ما يقول لها إيه جواه، وبيقول لها برخامة ما تفتحهوش غير ليلة عيد ميلادك. بعدين مراته أمل بتطلبه تاني المرة دي عشان عملت حادثة، ولكنه برضه ما بيردش عشان بيحتفل. وبعدين أمل بتروح البيت بتعلق على الشاي وتخش تغير هدومها، وبعدين بنشوف حد تاني هو اللي بيطفي على الشاي، هو القاتل. وفي حدود الساعة 3 صباحا سمير بيفوق جوا تاكسي واقف في شارع زحمة، وبيفتح الموبايل وبيشوف رسالة مراته انها عملت حادثة، فبيحاول يطلبها ما بتردش، فبينزل من العربية ويكمل مشي للبيت في وسط المطر عشان يلاقي جثة هامدة على الأرض. وبنرجع لاسم البوليس، والمحقق بياخد شهادة سمير وبيقول له ان في عربية سودا كرنفال تخص القاتل تم تصويرها في كاميرا مراقبة في الشارع، ولكن الرقم مش واضح، فسمير بيقول له ان في كاميرا في عربيته ممكن تكون صورت الرقم، ولكن من الواضح ان القاتل اخذ باله منها وكسرها وهو ماشي. بعدين بتخش عليهم زينة وهي منهارة في العياط، فابوها سمير بياخدها في حضنه وبيروح البيت، وبيبدأ من هنا يجمع الادلة اللي معاه، زي ان الجريمة حصلت ما بين الساعة 46 دقيقة وما بين الساعة 7، ومن هنا بيبدأ يحقق في الموضوع. وبعد مرور سنة بنشوف سمير في اسم البوليس بعد ما طلبوه عشان في حد مقبوض عليه بعربية كرنفال سودا، وسمير بيتعصب عليه لما بيشوفه. وفي نفس اليوم بالليل سمير بيقعد مع حازم زميله واللي بيقول له يرجع الشغل، لو مش عشانك يبقى عشان بنتك. وبعد ما بيخلصوا العشاء دوله كارت للمرشح السياسي بكر المعداوي، واللي هو نفس الشخص اللي كان في شريط الفيديو، بس سمير ما شافش الشريط فالموضوع عدى قدامه عادي. تاني يوم سمير حلق دقنه ولبس بدلة نظيفة وقال لبنته وهو بيوصلها المدرسة انه راجع الشغل. وبعد ما بنته بتنزل بيجيله مكالمة غريبة من موبايل مراته، بيرد بيلاقيها بتسأله عن المفاتيح وتتخانق على السجاير اللي في المكتب زي من السنة اللي فاتت، فبيشك سمير ان حد منتحل شخصيتها وبيجري ورا واحدة ماسكة تليفون في الشارع، ولكن بتطلع مش هي. والغريب ان صوت بنته زينة دخلت في المكالمة معاهم، وفي نفس الوقت هي لسه ماشية مع اصحابها قدامه في طريقهم للمدرسة. فبيقفل سمير الخط وبيروح على مكتبه الجديد، وبنسمع في الأخبار إن في توهج جديد للشمس وهيأثر على الشبكات وممكن يسبب تداخل في المكالمات، بس من الواضح كده إن التداخل اللي حصل هنا مش ما بين تليفون والتاني، لأ ده ما بين زمن والتاني. ومن هنا بيرن تليفون سمير وأمل هي المتصل من جديد، والمكالمة دي بتكون في زمنها بعد ما سمير قال لها إن هما مش هيقدروا يتقابلوا عشان عنده اجتماع، ولكنه رد المرة دي وسألها عن الوقت عندها، واتضح ان هي في 2014 وهو في 2015، فحاول يشرح لها ده فقال لها ما تنزليش دلوقتي عشان هتعملي حادث في الشارع الفلاني. ونروح لأمل في الشارع واللي بتتفاجأ بعربية قدامها في نفس المكان اللي سمير قال لها عليه، ولكنها بتتفاداها بسبب تحذير سمير، وهي بتحاول تخرج من الوقفة اللي هي فيها عملت حادثة تانية ولكن في جزء تاني من العربية. في نفس الوقت في 2015 بينزل سمير جري من الشركة وحازم وراه، وبيشوف مكان الخبطة اللي اتغير في العربية، ولكن حازم بيقوله ان دي مجرد تهيؤات. وبعدين نرجع لأمل اللي بتروح البيت وبتاخد الجوابات من صندوق البريد، ومنهم طرد جاي لسمير بالفيديو اللي اتكلمنا عنه، فبتصفوله في مكان كده بالاهتمام. في الوقت ده سمير بيرجع البيت بسرعة ويبص في الأجندة بتاعته واللي مكتوب فيها ميعاد حدوث الجريمة واللي قرب جدا. في نفس الوقت ده أمل بتكلم سمير وتسأله عرفت منين عن الحادث، فبيقول لها إنه بيكلمها من المستقبل،
وبيطلب منها تخرج من البيت بسرعة لأن في حد هيجي يسرق البيت، وبعدين بيرن جرس الباب. سمير بيقول لها ما تفتحش، ولكن أمل بتروح تشوف الكاميرا اللي على البوابة وتلاقيه عامل توصيل، فبتقول لسمير يبطل هزار عشان خافت. فبيرن الجرس تاني، فبكل ثقة بتفتح السماعة عشان ترد، ولكن لما بصت على الكاميرا لقيت شخص غريب ملسم، ولأنها فتحت السماعة فبيحصل صوت بيخوفه فبيجري بسرعة وبيجي لها من الجنينة، ولكنها بتقفل باب الجنينة بعد ما سمير قال لها كده، فبيكسر الإزاز وبيختفي فجأة الإزاز قدام عينين سمير في 2015. وبعدين بتجري أمل وبيجري وراء القاتل وبيقلب المكتبة فبتختفي قدام عينين سمير، فبتخبطه على حاجة، وبعدين بتخرج أمل من البيت وبتجري على مركز الشرطة، وهناك أمل بتقول لهم إن في حرامي في بيتها وبتاخد معاها عربية بوليس وترجع البيت. في نفس الوقت سمير بيروح على مركز الشرطة وبيسأل على القضية اللي أمل المفروض تكون دلوقتي عملتها من سنة، وبيبص في الدفتر بيلاقي كل الكلام اتمسح فبيطمن. في نفس الوقت أمل بتوصل البيت مع الضباط وبيفتشوا سريعا وبيتأكدوا ان اللص مشي، وبعدين بيسيبوها. فبتتصل بسمير فبيقول لها انها في امان، وبيطلب منها تعرفوا رقم العربية الكرنفال من كاميرا العربية بتاعتهم عشان يعرف مين اللي متربص بيهم. وبعد ما بتملي له الرقم بيخبط على الازاز ضابط شرطة اسمه قاسم، فبيقول لها انه جاي عشان يحقق في الموضوع. سمير بيطلب من البوليس يعرف صاحب العربية، ولكنهم بيرفضوا يخرجوا له المعلومات ما دام مفيش بلاغ عنها. فبيطلب ناتاشا وبيطلب منها تجيب له معلومات عن العربية بشكل غير قانوني كخدمة يعني، وبتقول له ساعتها ان انت كده اتخبلت لان عدى سنة على موت مراتك. ومن هنا بيعرف سمير ان الخطر لسه مستمر على امل، بيفتح الدفتر وبيلاقي احداث الجريمة ولكن مختلفة. وبعدين بنروح لأمل اللي معاها الضابط قاسم اللي بيفتش البيت، وبتقول له ان جوزها كلمها من المستقبل حذرها، وبتتصل بسمير عشان تأكد له، وبيكلمه وبيقول له اطمن يا استاذ سمير مراتك في امان. وموبايل سمير بيفصل. أمل هنا خدت بالها انه عرف اسم سمير من غير ما تقوله له، وكمان المفروض القضية بيتحقق فيها بشكل ثنائي، وبعدها ينقطع الشك باليقين لما تشوف على رقبته جرح جديد في نفس المكان اللي خبطت فيه السارق من شوية. فبتجري بأقصى سرعة وبتخرج من البيت وبتركب العربية، ولكن قاسم بيلحقها فبتخرج الولاعة بتاعت العربية وتحرقه في وشه، وهو بيرد الموضوع بخنجر في رجلها، ولكن أخيرا بتقدر تزقه وتقفل باب العربية وتهرب بسرعة ولكن بجرح غائر في رجلها. وقاسم بيكلم كل أعوانه عشان يدوروا على العربية ويديهم بياناتها، وفي القسم بيوصل لسمير مكالمة بعد ما شحن موبايله شوية من نتاشا ببيانات العربية باسم قاسم. وفي نفس الوقت بنروح لقاسم في 2015 قاعد مع بنته في مطعم، ومن الواضح انه كان بطل الشغلانة دي، ولكن بيجيله واحد من اعوانه وبيهدده من تحت لتحت انه لازم يرجع دلوقتي عشان هما محتاجين رجالة اكتر في وقت الانتخابات. بعدين قاسم بيسترجع جريمة قتل امل لما اخد زرار القميص بتاع سمير وحطه في ايد جثة امل عشان يلبسه الجريمة. ومن هنا لما بنرجع لسمير في قسم الشرطة بنلاقي دقنه بتطلع وصورته بتظهر في سجل المطلوبين، والضباط بياخدوا بالهم فجأة، ولكن سمير بيقدر يهرب وبيسرق عربية بتاعت متهم، والأنقح ان العربية بيكون فيها سلاح، فبيبقى هارب بعربية مسروقة ومسلح وموبايله فاصل، فما بيلاقيش قدامه غير طريق واحد وهو عنوان قاسم اللي جابه عن طريق لوحة العربية. وبيروح لهناك فعلا وبيعرف انه ظابط وبيلاقي شاحن فبيشحن موبايله، وبعدها بيدور على اي حاجة ليه علاقة بيه، وفعلا بيلاقي الجواب اللي كان مديه لسمر ومعاه الفيديو كمان، فبياخدهم وبيمشي. في نفس الوقت أمل بتكون وصلت المستشفى بالسكينة في رجلها. وبعدين بنرجع لقاسم اللي وصل لبيته، لقى البوليس هناك لأن السكان شافوا سمير المطلوب للعدالة داخل البيت ده، وبيعرف قاسم بسرعة إن سمير أخذ الأدلة، فبيروح للشخص اللي كان بيقوله يرجع الشغل الشمال وبيعرفه اللي حصل. فالشخص ده بيقوله إننا لازم نخلص منه عشان الانتخابات على الأبواب ومش عايزين شوشرة. وبعدين بنروح لحازم زميل سمير وبيكون بيتحقق معاه عشان سمير متهم دلوقتي، فبيقول إن هو ما شافوش من سنة وهو مش مصدق ان ممكن يقتل مراته، وبيسأل عن زينة بنته اللي بتكون مع البوليس وبيعرض مساعدته عشان زينة في اي وقت. في الوقت ده سمير بيتصل بزينة عشان يسألها اكلتي ولا لسه، فبتقول له متصل بيا بعد سنة عشان تسألني عن الاكل، وطبعا هنا التغييرات اللي حصلت اثرت عليها هي كمان، فبيقول لها ان مش القاتل ولكنها ما بتصدقوش، وبتكون كمان بتطول في المكالمة عشان البوليس حواليها بيحاولوا يحددوا مكانه عشان يقبضوا عليه، وفعلا بيعرفوا المكان اللي بيكون فيه واللي هو جنب مكان الشغل
بتاع سمر، وبعدين بنرجع لأمل في الماضي واللي بتكون قدرت تطلع السكينة المغروزة وبدأت تخيط الجرح لنفسها، ونروح لسمير واللي ماشي ورا سمر وهي ولا على بالها، والبوليس بيجري ورا الاتنين لحد ما سمير بيقدر يفلت بسمر في آخر لحظة وبيستخبى بيها جوه الاحتفال اللي شغال، وبيوريها الجواب اللي معاه وهو متخيل إنها بعته، ولكنها بتقوله إنه ضاع منها حتى قبل ما تفتحه. وهنا سمير بيستجمع كل الأحداث وبيعرف إن مراته اتقتلت عشان الفيديو اللي اتبعت له على البيت من نتاشا، وهو لسه بيدرك الموضوع البوليس بيلمحهم فبيجري عليهم، ولكن سمير بيقدر يهرب بعد مطاردة ونط في المية وبهدلة، ولكن الجواب بيقع منه والبوليس بيلاقيه. في الوقت ده كان سمير بيحاول يهرب في الشوارع الجانبية، بيلاقيه في ظهره بيضربه وقعه على الأرض. بيمسك قاسم الموبايل وبيلاقي أمل على الخط، وبيفهم بسرعة إنها كانت صادقة من سنة لما قالت له إن جوزها كلمها من المستقبل، وبيكسر الموبايل بسرعة. بعدها سمير بيقوم وبيكون معاه السلاح اللي كان في العربية، ولكن قاسم بيبقى عارف إن آخره يهدد وخلاص، وبيضربه وبيوقعه وبيخنقه بحبل ربطه في إيده عشان يموت، ولكن ضابط من اللي بيدوروا على سمير قدر يوصل للمكان اللي هم فيه، فاضطر قاسم إنه يهرب، وبيحاول سمير إنه يروح وراه، ولكن الضابط بيوقفه لأنه مطلوب للعدالة، وبنته بتلحقه في آخر لحظة من سلاح الضابط اللي كان متصوب له، وفي نفس الوقت مركز الشرطة بيطلبوا بكر المعداوي بعد ما فتحوا الجواب وشافوا اللي فيه، ولكن لأن الصورة مش واضحة بيكون مفيش دليل، وبيمشي وبيروح يقابل قاسم وبيديله فلوس عشان يخلص عليهم، بس كان واضح إن قاسم متمرد عليه شوية، فبكر بيهدده ببنته فبيمسكوا في بعض، ولكن بيفكوهم من بعض وبكر المعداوي بيمشي، وفي نفس الوقت بيروح سمير لوكرة نتاشا عشان تحاول تساعده يصلح الموبايل المتكسر، وبيلعب في الإلكترونيات اللي عندها لحد ما تخلص، واللي كان منها صاعق كهربائي، ولكنها بتقوله إن مفيش أمل في التليفون، والغريب إنه فجأة بيرن وبتكون أمل اللي على الخط، وبتقول لسمير إن هي هتخبي الخنجر في فتحة التهوية في المستشفى بحيث يقدر يجي ياخده دلوقتي ويسلمه للبوليس ببصمات قاسم ويتبرأ من جريمة القتل. فبيتحرك سمير فعلا على هناك، وهو في الطريق بيكلم حازم يعرفه إنه لقى دليل براءته في المستشفى ورايح يجيبه، ويطلب منه إن ياخد باله من بنته، وفعلا بيروح المستشفى ويجيب السلاح، ومراته أمل بتكلمه وبيكون لازم ترجع البيت تجيب الظرف اللي فيه الفيديو، ولكن ده في خطر على حياتها، وده بيشعل المشاعر ما بين سمير وأمل خوفا أن يكون ده آخر وداع. وبعدين بينزل سمير جراج المستشفى وبياخد عربية من هناك، ولكن بيتفاجئ بقاسم اللي مش عارف هو عارف مكانه منين، ولكن بيقدر يهرب منه ويحبزه في الجراج. وفي نفس الوقت أمل بتروح في اتجاه البيت وبتكلم سمير، ولكن اللي بيرد عليها بيكون سمير في 2014، لأن اليوم انتهى بحلول الساعة 12، وبيكون سمير في عربية الأجرة قريب للبيت، فبتحاول أمل تروح له، ولكن بتقابل قاسم في آخر لحظة وبيكون مسلح وبيسحبها على البيت. في نفس الوقت في 2015 بنشوف حازم واخد زينة على البيت لأنه وعد سمير أن ياخد باله منها، وفعلا بتدخل زينة البيت، ولكن بتلاقي قاسم في الصالة وبتبص وراها فبتلاقي حازم. بعدها بيتكلم قاسم سمير وبيهدده ببنته عشان يجيله على البيت، وهنا بنعرف ان حازم هو اللي بيخون سمير من الاول عشان الفلوس. وفي 2014 بنشوف امل مربوطة في شنطة عربية قاسم وجنبها جثة بترعبها، ولكن الملفت ان بيقع من جيبها مطوة. بعدين سمير بيرجع البيت عشان يلحق بنته زينة، وقاسم بيكون عايز منه السكينة الدليل. في نفس الوقت في 2014 بيدخل قاسم بامل وبيكون عايز منها الفيديو الاصلي الدليل، بس امل بتتوهه وبتقول له ان هو في الدور اللي فوق، وبتحاول تفك نفسها بالمطوه اللي خدتها من العربيه. وبنرجع لسمير وهو بيدي لقاسم السكينه في المنديل، واللي بيطلع الصاعق الكهربائي اللي اخده من عند نتاشا، فبيقع قاسم وبيجري سمير يفك بنته، ولكن قاسم بيفوق بسرعه وبيهجم عليه وبيضربه، فبتحاول بنته زينه انها تدافع عنه، ولكن قاسم بيمسكها ويسحبها من رجليها. في نفس الوقت امل بتكون قدرت تفك نفسها وتاخد الظرف، ولكن قاسم بينزل بسرعه فبتهاجمه بسلاح وبتعوره. وبنشوف قاسم في 2015 وأثر التعويرة بيظهر له، وهناك سمير بيهجم عليه، وآخر القول بيطلب من بنته زينة إنها تهرب بسرعة، فبتطلع أوضتها وبتلاقي هناك جثة حازم، وعلى الناحية التانية أمل قدام قاسم، ولكنه بيفك الحبل اللي مربوط على ايديه استعدادا للهجمة الأخيرة. وقاسم في المستقبل بيضرب سمير وبيطعنه في بطنه بسكينة، وبيطلع عشان يخلص على البنت عشان شافت وشه، وبيبدأ يخنق زينة بإيديه، وفي نفس الوقت في 2014 بيخنق أمل بالحبل، وسمير كمان بيبدأ يطلع في الروح، والدنيا قدامه بتزغلل. ولكن في آخر لحظة سمير من الماضي بيوصل للبيت وبيضرب قاسم على دماغه وبينقذ أمل، فبتبدأ كل الأحداث تتغير جوه دماغ سمير في 2015، من القبض على بكر المعداوي لترقيته الجديدة اللي أخدها لجايزة بنته في المدرسة اللي دخلتها وشوية ذكريات سعيدة مع عائلته.
وفجأة بيلاقي نفسه بيفوق في نفس المكان اللي كان واقع فيه على السلم بيموت، ولكن هو سليم تماما والبيت نظيف ومنور وكل شيء انتهى، وبنته نازلة من على السلم سعيدة ومراته عايشة. أول ما شافها طبعا أخدها في حضنه فافتكرته سكران. مش مهم